كبير لاعلام المغرب والاردن. طبعا نذكر بان حسين عمود مدرب مغربي ويدرب منتخب الاردن، وعين الشخص المناسب حتى الان في المكان المناسب وهو حسين عمود بمساعده نجم الكره الاردنيه السابقا عبد الله المزن. هنيئا للامير علي بن حسين على هذا الانتصار المهم، سعيد للغايه، دخل ونزل الى ارضيه الملعب بعد انتصار المنتخب لبلاده في مستوى مميز، وفي مباراه مثيره، في مباراه دراماتيكيه، في مباراه قدم فيها لاعبي الاردن الكثير والكثير بشجاعه واستبسام حتى نالوا الانتصار امام المنتخب العراقي.